ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. إيه طبعا ناس كتير قوي بتشتكي من ان هي بتقلل اكلها ومع ذلك مش بتخس. ناس كتير قوي بتشتكي وتقول انا عندي كرش او ارداف او دهون في جسمي كلها ومش عارفة اعمل ايه. طيب النهاردة جبت لكم الحل القنبلة، الحل اللي هو ان شاء الله هيسرع من ازالة الدهون في الجسم، والناس اللي هي عايزه تخس باذن الله هيخليها تخس بكل امان بدون ان هي تاذي المعده، لانه هو امن على المعده زي ما احنا شايفين مكتوب اهو. طيب زي ما احنا قلنا التخسيس سهل جدا مع حاجتين: الاكل الصحي بالكميه المطلوبه بالكميه الصح، ومع حاجه مشروب بتساعدنا على اذابه الدهون. فالنهارده حبيت ان انا افيدكم بفيديو جميل جدا وحلو، هو برونتو. برونتو ده أعشاب للتخسيس يساعد على إذابة الدهون وإزالة الكرش والأرداف، آمن على المعدة. طيب زي ما احنا شايفين آدي شكله مكتوب عليه فعليا مزدوجة، هنشوف جواه ايه وكل حاجة، بس هنتكلم الأول عنه وعن هو كل حاجة فيه. أول حاجة طبعا عارفين إن هو مسجل من وزارة الصحة، تمام، يعني مفيش مشكلة خالص فيه. ده هتلاقوه فين؟ أهو آدي برونتو بالإنجليش و برونتو عربي اعشاب تخسيس. موجود فين المنتج ده او المشروب ده؟ موجود في الصيدليه وعند العطار. طيب ثمنه ايه؟ 30 جنيه مكتوب عليه اهو، 30 جنيه امن على المعده، ودي الحاجه اللي هتخلينا نجري ان احنا نجيبه، ان هو مش هيأذي معدتنا. طيب ايه جوه الكيس او جوه العلبه دي؟ بصوا اهو عشان ده ايه يعني مستعملينه كده، في كيسين، ادي كيس وادي كيس. كيس هنا لونه احمر، ده هناخد منه معلقه صغيره صباحا، اللي هو ايه اللي جواه؟ عايزه اقول لكم ريحته نفاذه، وريحه الفيده عباره عن هقول ايه يعني المكونات بتاعته حاجه كده، يعني ريحته عطريه كده، ريحته حلوه مقبوله مش نفاذه مش وحشه. طيب هناخد من الكيس الاحمر ده معلقه صغيره صباحا ومكتوب عليه على كوبايه ميه دافيه، ميه دافيه، وناخد معلقه من صغيره معلقه الشاي وندوبها على كوبايه الميه الدافيه، وهتشرب على معده فاضيه صباحا. ادي الايه الكيس الاحمر. طيب نيجي عندنا هنا تاني اهو، برونتو مكتوب عليه الكيس الازرق، هما الاثنين دول على فكره جوه الايه جوه العلبه دي، تمام. طيب عندنا هنا الكيس الازرق هو عباره عن باكتات، ماشي، اهي باكتات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهي. طيب ايه استعمال الكيس الازرق ده؟ اهي باكتات بتاعته، تمام. الكيس ده عبارة عن هنستخدم اتنين كيس، دي فتلة طبعا، باكت فتلة يعني، هنطلع كيسين وهنستخدمه مساء على برضو كوباية مية دافية، ومكتوب برضو عليه اتنين باكت مساء، اتنين باكت مساء، كوباية مية دافية بنفك كده ايه باكتين او فتلتين وبنحطها في المية السخنة دي او المية الدافية وبيتشرب، تمام. عايزة اقول لكم المنتج ده حلو جدا ومفهوش اي حاجة غير طبيعية او اي حاجة، اي منتج كيميائي او اي حاجة خالص. هنا مكتوب عليه المكونات بتاعته، الباكت الاحمر ده اللي هو اللي احنا شايفينه اهو، او شايفينه كده شكله من جوه اهي، ريحته جميلة جدا جدا، ماشي. ده عبارة عن ايه؟ كاتب لنا هنا الباكت الاحمر حاجة اسمها زنيان جبلي وجرين تي اللي هو الشاي الاخضر، وكاشيا، اعشاب سلفيا، دي المكونات بتاعتنا اللي هي موجودة في الكيس الاحمر، ماشي. طيب عندنا هنا ايه كمان؟ عندنا طريقة الاستعمال، بيقول لك ايه بقى طريقه الاستعمال بتاعته. طب اول حاجه الباكت الازرق ده المكونات بتاعته ايه؟ شوكوريلا وجرين تي وشمر، يعني كلها مكونات عايزه اقول لكم لو جبناها من العطاره احنا هنعملها، بس احنا بنستسهل بنقول المنتج ده فعال وحلو، فايه بيحط لنا خلاصه الحاجات اللي هتخسسنا في المنتج ده. طريقه الاستعمال، يوضع ملعقه من الباكت الاحمر زي ما احنا قلنا، ماشي، على كوبايه ميه مغليه صباحا قبل الاكل وبدون سكر. طبعا اللي هنحط
مش هنحط سكر، مش هنحط عسل. ناس يقول لك ايه طب احليه بعسل اللي هو بيبقى صحي اكتر من السكر، لا لا سكر ولا عسل، هتلاقوا طعم حلو جدا من غير اي اضافات. تمام. يوضع 2 بقى من اللي هو الازرق ده، 2 باكت او 2 من الفتله، على كوبايه برده ميه مغليه قبل الاكل وبدون سكر، برده من غير اي سكر. تمام. فدلوقتي عايزه اقول لكم اني هنا كمل لنا فعاليه مزدوجه. ليه؟ علشان صباحا ومساء مكونات صباحا مع مكونات المحطوطه في الباكتات بتاعت مساء باذن الله هتجيب مفعول حلو جدا. طيب الحاجه الثانيه، هيجيب مفعول بعد قد ايه؟ هيجيب مفعول بعد قد ايه؟ الناس هتسال طب انا هخلص العلبه دي هخس؟ في حاجتين. اول حاجه الباكت ده او العلبه دي تستعمل لمده 3 شهور متواصله. ليه؟ علشان تجيب نتيجه فعاله في التخسيس، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا ما ينفعش ان انا اكل حلويات كتير ودهون كتير في الاكل ووجبات دسمه واجي اخد المشروب ده واقول انا ما خسيتش ليه، صح كده؟ ما ينفعش. فالمفروض ان انا بقلل اكل شويه، اكل يناسبني، اكل بيديني سعرات حراريه مناسبه طوال اليوم، ما احرمش نفسي من حاجه بس بقلل الكميه بتاعت الاكل مش اكتر. يعني ما اقولش ده المكرونه لا دي بتتخن فانا مش هقرب لها، لا انا بحب المكرونه هاخد منها بس معلقتين ثلاثه من نفسي كده يعني، فانا مش هزود واملي طبق كبير. مع المشروب ده باذن الله هتلاقوا الدنيا بقت حلوه جدا. وزي ما قلت لكم انا مش بروج لحاجه خالص، ومش بتكلم عن حاجه ان انا يعني عايزه اقول لكم واخده منها حاجه، لا دي عن تجربه شخصيه. ان شاء الله هيجيب نتيجه معاكم، وان شاء الله تعرفوا انا ليه بقول لكم للناس اللي هي عايزه تزود على تزود بتاع ده سوري تقلل من وزنها. تمام. طيب الحاجه الثانيه زي ما انا قلت لكم هنا عندنا دي كده مكتوب ايه هنا، في عندنا متوفر الان رماس زيت شعر. طبعا الرماس ده بيبقى ايه موجود منه حاجات كتيره قوي قوي قوي، المنتجات بتاعته برده حلوه جدا جدا. ده في منه زيت شعر لعلاج تقصف وتساقط الشعر، انا بنصح برده بيه، حلو جدا منتجات رماس. طيب زي ما انا قلت لكم اتمنى كده يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واكون افدتكم حتى لو ب معلومه حلوه. الناس طبعا كتير قوي ما تعرفش عن برونتو ده اي حاجه خالص، اسالوا عليه زي ما انا قلت لكم، موجود في الصيدليه، موجود عند العطار، اسالوا عليه وهاتوه. كان زمان من فتره من فتره شهور كده بسيطه كان ثمنه 25 جنيه، دلوقتي طبعا مع غلو الاسعار والدنيا دي كلها الاسعار اللي زادت بقى ب 30 جنيه اهو مكتوب عليه، لو جبتيه من الصيدليه تلاقيه ب 30، لو من عند العطار نفس الفكره برده ب 30. ان شاء الله كده يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتجربوه، عشان محدش يكتب لي في الكومنتات ما جابش نتيجه من اول مره، انا قلت لكم بعد 3 شهور متواصله هي ان شاء الله هيجيب نتيجه، واكتبوا لي في الكومنتات اذا كان المنتج ده عجبكم ووزنكم قل عليه ونقص كده من الوزن اللي انتوا فيه دلوقتي ولا لا. انا عملت ليه الفيديو ده؟ لاني فيه كنت عامله الفيديو لزياده الوزن، فناس كتبوا لي في الكومنتات وقالوا لي طب اعملي فيديو للناس اللي عايزه تخس، فانا لبيت رغبتكم وان شاء الله يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. وفي نهايه الفيديو اقول لكم الف سلامه. سلام.